السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بيكم وأهلا بيكم في فيديو جديد ومهم جدا، واللي هنتكلم فيه الفيديو ده عن أهم 10 مواقع ومنصات العمل الحر اللي أنا أقدر أشتغل عليها ويكون لي دخل ثابت منها، سواء أنا كنت بدرس أو سواء كنت أنا خريج أو سواء أنا كنت أصلا بشتغل شغل تاني ممكن يكون دخل إضافي ليا. ومش بس هنعرفكم ايه هما ال10 مواقع او البلاتفورمز دي، لا انا هعرفك ازاي تسجل عليها ويجيلك منها شغل ان شاء الله. علشان ما اطولش عليكم يلا نبدأ. اول موقع واهم موقع معانا هو موقع الحريفة. الحريفة ده افضل منصة من منصات العمل الحر في مصر. طب ليه؟ لانه مش بس تقدر تشتغل على منه او تشتغل عليه فريلانس، لو مثلا كونتنت رايتنج في كتابة المحتوى او في الترجمة او في الويب ديزاين او، انما انت ممكن يجي لك شغل ثابت في شركات محترمة جدا جدا من خلال الموقع ده، لان الموقع ده او منصة الحريفة دي زي ما احنا هنشوف معتمدة من شركات كبيرة في مصر ومحترمة، زي شركة رايا، زي شركات كتير هنشوفها دلوقتي معانا. كل اللي عليك انك بتعمل حاجة اسمها بورتفوليو. البورتفوليو ده زي معرض او مثلا زي باترينا كده انت بتعرض فيها شغلك، والموقع ان شاء الله بيرشحك للناس اللي طالبة شغل ده بناء عليه، بناء على شغلك. يعني انا لو مترجم اروح كاتب مثلا سنوات الخبرة في الترجمة، او لو انا مترجم جديد لازم يبقى مثلا في حاجات انا مترجمها، مش تحت شرط تكون شغل، لا بالعكس ممكن اجيب نص مع نفسي تكست كده وترجمه واروح حاطه كده في البروتفوليو بتاعي اللي يشوف الراجل ده بيعرف يترجم. هنشوف ازاي دلوقتي نسجل في موقع الحريفة مع بعض. طبعا التسجيل فيه سهل جدا، انت هتسجل بجوجل، هتسجل بفيسبوك، هتسجل. طبعا انا مسجل قبل كده بس انا عملت لكم دلوقتي اكونت هشرح عليه. ده مش الاكونت الخاص بي على الموقع، ده اكونت ان انا هشرح لكم عليه. هندوس تسجيل باستخدام فيسبوك، هنستنى شوية. فتح معانا نفس الموقع ده. تمام، علشان اشرح لكم بقى هجيب ايه، ادوس على كلمة الحريفة دي علشان اجيب ايه الصفحة الرئيسية بتاعت الموقع. اول حاجة انا مثلا هجيب او ادوس على صورتي، هيجيب لي الملف الشخصي، الملف الشخصي عندي بقى اهو، ادوس انا اكتب كل حاجة بقى. هكتب مثلا انا اتخرجت امتى، خبرتي قد ايه، خريج كلية ايه مثلا، خبرتي، الشغل اللي انا اشتغلته، السكيلز بتاعت، المهارات، سابقة اعمال ليك هتضيفها زي ما انا قلت لك، كل حاجة تدوس على علامة البلس دي وتضيف الشهادات اللي انا اخدتها كذا كذا. ده اهم حاجة ان انا اعمل ايه الاكونت بتاعي والبروتوفوليو بتاعي. طب انا علشان يجي لي شغل او انا عشان ادور على الشغل اهو بسهولة جدا جدا، هاي الشركات اتصالات مصر ومزيكا ورايا والبنك الاهلي والكويتي، ومعتمد من اماكن كتيرة جدا. هدوس على جيت جوب او احصل على وظيفة. في بقى كل حاجة، انت مبرمج هتدوس عليها يجيلك شغل مبرمجين. تمام اهو، انت والله بتاع كتابة كونتنت رايتنج هيجيلك اهو شغل الكتابة. تمام، وتدوس انت تعرض الوظيفة، اهي وظيفة معروضة نير اكوب رايتنج، مرتبها من 3000 ل 5000 جنيه مصري. تمام، والله لو انت ويب ديزاينر او انت مصمم او مبرمج او انت من المترجمين اهو هتدوس على المترجمين. تمام، كل حاجة موجودة، كل حاجة، مهندس موجود. هبص هتشوف برضو على حسب مستوى خبرتك، في حاجات للمبتدئين وفي حاجات للمتمكنين وفي حاجات انما اللي فوق ده بقى ايه، اللي فوق بقى ده لو انت عايز تشوف الناس اللي بتشتغل. اللي فوق ده لمين؟ ده لاصحاب العمل. يعني مثلا دلوقتي عندي مترجمين اهو، انا دوست على المترجمين هيجيب لي افضل ناس مترجمين على الموقع اللي هما بياخدوا شغل. طب انا ممكن استفيد من الموضوع ده، ممكن اشوف الناس دي عامله ايه في الملف الشخصي بتاعه والبورتفوليو بتاعه واقلد واعمل زيه اهو.
شايف سابقة أعمال ليه اللي أنا لسه بقول لك عليها. كده عرفنا إن موقع الحريفة ده التسجيل فيه سهل جدا، وعلى فكرة موقع الحريفة فلوسه بتتحول لك على فودافون كاش بسهولة جدا. فأنا أنصحك لو أنت هتبدأ ابدأ بموقع الحريفة، واللي عنده سؤال يسيبه لي في الكومنتات وأنا هرد عليه تحت. طبعا الأكيد إن أنا هسيب لكم اللينكات بتاعت كل المواقع دي في وصف الفيديو تحت. نيجي بقى لتاني موقع معانا وهو موقع مستقل. موقع مستقل ده مش موقع واحد بس، ده بلاتفورم كبيرة وتابع ليها موقع خمسات. يعني انا مش هشرح موقع خمسات لان موقع خمسات اصلا من المواقع الصغيرة وهو كمان تابع لموقع مستقل. طب انا على موقع مستقل ده هجيب ناس او هجيب شغل ازاي؟ اول حاجة انت بتيجي على دي بتروح عامل اكونت لنفسك، تمام؟ وطالما عملت اكونت على مستقل بتلاقي اوتوماتيك اتعمل لك اكونت على موقع خمسات برضو. انا عايز اعرض شغلي، تمام؟ انت بتعرض شغلك زي الناس دي، بعد ما بتعمل اكونت بتظهر زي الناس دي كده. هتبقى ظاهر زي الناس دي، تمام؟ في هنا ده محلل بيانات، ده ترانسليتور، دي ظاهرة، دي مترجمة. انت بتظهر زي الناس دي، بيظهر البورتفوليو بتاعك وبيظهر اعلانك للناس اللي طالبة شغل زي الناس دي. فصاحب الشغل بيدور بيجي على ابحث عن المستقلين دي، بيروح انت هتظهر هنا، تمام؟ هو مثلا عايز يشوفك في الترجمة هيجي زي جاي على دي كده، اوتوماتيك الموقع هيجيب له المترجمين كده. كتابة محتوى، كتابة محتوى، كتابة محتوى، كتابة وتحرير وترجمة ولغات. طب انا دلوقتي عايز اختار، مش استنى لما مثلا حد يختارني، لا انا عايز انا اقدم على مشروع اعمله. هاجي على كلمة البحث عن المشاريع دي او تصفح المشاريع كده، جاب لي الناس اللي عارضة شغله وعايزة حد يعمله له. انا بقى هروح اقدم له، انا اقدر اعمل لك الشغل ده في قد كده. برضو نفس النظام، كتابة هيجيب لي المشاريع اللي انا عايزها. كده بقى لو انا كونتنت رايتر او ترانسليتور او على حسب مجالي، هختار مجالي من هنا واختار. يعني مثلا عندك مثلا عايزين نشوف حاجة في الترجمة، عايزين مثلا ده واحد عايز يكتب اهو ترجمة اللغة الاسبانية. السلام عليكم، مطلوب شخص العمل براتب شهري ثابت لموقع غباري. هتدوس عليه وهتشوف والله الكلام ده مناسبك هتقدم له، الكلام ده مش مناسبك مش هتقدم له، تمام؟ هتلاقي بيانات كل حاجة موجودة هنا. يبقى كده ده موقع مستقل. يبقى كده احنا شرحنا الحريفة وشرحنا مستقل. عندي حاجة بقى اسمها فودافون بيجين. فودافون بيجين ده موقع خدمة من خدمات فودافون، زيها زي فودافون كاش، زيها زي يعني، بس مش لاقي على تطبيق انا فودافون. دي حاجة ما اعتقدش انها مشهورة او يعني، بس الموقع ده مفيد جدا لانه برضه باللغة العربية وبرضه شغال في مصر وبرضه الفلوس فيه بتجيلك عن طريق فودافون كاش. فالموقع برضه انت بتعمل اكاونت من هنا، تمام؟ وبتدور بقى لو انت عايز فريلانسر يعمل لك حاجة هتجيب هتدوس على البحث عن فريلانسر. لو انت فريلانسر وبتدور على شغل هتدوس على دي، تمام؟ تمام. الموقع ده برضو في ميزة جميلة جدا جدا، انك هتلاقي عليه شغل ثابت زيه زي موقع الحريف، انك هتلاقي عليه وظائف ثابتة بمرتبات محترمة جدا. وبرضو في حاجات خفيفة هتلاقيها زي مثلا تحو، يعني دي لغات برمجة، دي لغات برمجة يعني الهوت ميل والكلام ده كله دي لغات برمجة. انت تدور بقى على الحاجات اللي تناسبك وتدور عليه، والجافا سكريبت والحاجات دي لغات برمجة، والجرافيك، تطوير وبناء مواقع، كل حاجة انت عايزها. طبعا انت هتيجي على النوع دي بقى وتختار اللي انت عايزه. احنا مثلا اغلبنا او قناتنا شغالة على الترجمة، هتيجي مثلا على كلمة الكتابة والترجمة ودي كده، هتلاقي هنا كل الناس دي طالبة كتاب ومترجمين، كل الناس دي طالبة مترجمين. ده واحد عايز يعمل كرييتيف رايتنج، وده واحد عايز كونتنت كرييتور كاتب محتوى، هي كونتنت رايتنج على فكرة، وحاطط لك محتوى. يبقى انت عندك كده الحريفة وعندك فودافون بيجين، دول برضو انا رشحهم بدرجة اكتر من مستقل.
عندي موقع بعد كده اللي هو امبلوي. امبلوي ده موقع اجنبي، بس انا شرحه لك في جملة المواقع نفس الكلام. لو انت عايز تدور على فريلانس اعمل شغلك فايند فريلانسرز، لو انت عايز شغل تدور على فايند ايجنتس او كلمة بروجكتس. بعد كده عندي موقع تاني اسمه يوريد، موقع يوريد برضو. موقع يوريد ده ميزته ان هو باللغة العربية ومتوفر في مصر والبلاد العربية، فانا برشح الموقع ده لان الشغل عليها بيكون اسهل. ونفس الكلام هتلاقي خدمات، وهتلاقي شركات، وهتلاقي برضو فرص شغل ووظائف، لان الموقع دي عندي حريفة وعندي فودافون بيجين وعندي يوريد، دي تعتبر منصات توظيف ومواقع عمل حر في نفس الوقت. تمام. بعد كده عندي موقع خدماتي. موقع خدماتي ده برضو موقع باللغة العربية وموجود في مصر، والتسجيل عليه سهل وبسيط جدا جدا جدا، وكل حاجة موجودة. هم عندي كتابة وترجمة، اللي احنا طبعا احنا مركزين على الترجمة عشان احنا كورساتنا وقناتنا شغالة على الترجمة الآن. موقع يريد ده هتلاقي عليه برضو وظائف صغيرة زيها $5، يعني هتلاقي مثلا اللي عايز يترجم 1000 كلمة، اللي عايز يترجم صفحة، اللي عايز يترجم حاجات بسيطة، الحاجات الصغيرة دي. فالموقع ده مشابه جدا جدا لموقع خمسات. بعد كده عندي العملاق اب وورك، واب وورك ده موقع انترناشونال. تمام. فانا يعني ما انصحش انك لو هتبدا شغلك تبدا باب وورك، لانه صعب جدا 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 انك تلاقي عليه شغل. هو موقع عالمي، تمام، فمش هتلاقي عليه مصريين وعرب، لا انت هتلاقي عليه ناس من كل الجنسيات. فانت ممكن تبقى مميز بقى في اللغة العربية، لكن هو نادرا ما تلاقي حد فيه عايز يترجم حاجة للغة العربية. بعد كده عندك موقع فايفر، نفس نظام موقع ابورك. تمام. نفس النظام ونفس الذات نفسه ونفس كل حاجة، موقع عملاق وموقع كبير فايفر. بعد كده عندك يا سيدي موقع فريلانسرز، وبرضو نفس نظام موقع ابورك، نفس نظام موقع فايبر، ونفس نظام موقع ابورك، ونفس نظام موقع فريلانسرز وفايبر وابورك. دي مواقع انترناشونال وصعب ان عليها على شغل، لكن المشترك بين المواقع دي كلها من اول الحريفه لحد الموقع ده هو ان التسجيل عليهم واحد، انك هتعمل اكاونت وتعمل بروتفوليو وتدور على شغل او تستنى الشغل يجي لك. حال انك تستنى الشغل يجي لك يبقى مش هيجي لك، لا انت تدور على المشاريع وتطلبها. الناس بتبقى عارضة كذا كذا كذا، وانت تقول انا اقدر اعمل لك. في بقى موقع مهم انا سبته وخليته للاخر، ده بقى مش لايه، شايف موقع فايبر، موقع فريلانس ده بيتعامل معايا، بيتعامل مع ناسا وامازون واي بي ام والحاجات العالية دي، يعني ده موقع برضو صعب انك تلاقي عليه يعني شغل. الموقع بقى اللي هو ده مونجز. موقع مونجز ده مش للفريلانسر، موقع مونجز ده هو موقع عمل حر بس في حالة انت معاك مهنة، يعني سباك، نجار، كهربائي، طباخ، سواق، اي حاجة من الكلام ده. في تطبيق بتحمله انت اسمه ابلكيشن مونجز، تمام، وبناء على التطبيق ده بيجي لك شغل. شفت نفس نظام اوبر كده، انت سواء اوبر بيبقى محمل التطبيق وبيجي له الشغل عليه، انت بقى برضه هيجي لك الشغل عنه. فالبرنامج ده او الموقع ده مفيد جدا جدا للناس اللي معاها مهن وعايزه تشتغل بيها، يعني مش تحت شرط تكون بتترجم، بتعمل ويب ديفلوب، ويب ديزاين، سايبر سيكيورتي، الحاجات دي كلها مش تحت شرط انك تكون فريلانسر في الحاجات دي. يعني انت لو صنايعي او معاك مهنه تقدر تشتغل من على مونجز. بس زي ما قلنا رقم واحد اللي انصحكم بيه هو ده الحريفه، رقم اتنين ده، رقم ثلاثة ده، يجي بعدهم بقى ايه مستقل. يبقى واحد الحريفة، اتنين فودافون بيجين، ثلاثة خدماتي، رقم أربعة مستقل، وعندك برضو يريد مش بطل. لكن اوعى 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 تروح تبدأ بفايفر وفريلانسرز وابورك، مش هيجيلك شغل خالص. اوعى تبدأ بالمواقع دي كده. اتمنى اكون قدمت لكم حاجة مفيدة في فيديو بتاع النهاردة. كان معاكم طارق شاكر،
ولو محتاجين اي حاجة في مجال العمل الحر او في المجال ده مش تحت شرط في الترجمة، تكتبوا في الكومنتس في الكومنت تحت، وان شاء الله اللي هقدر افيدكم فيه مش هتأخر. ما تنساش لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.